سلام بنات كديرين، لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ صحه لاباس؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديالي ومدادو لي صرات على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كديرين؟ اش اخباركم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. انا جيت عند الوالده ديالي ولقيت عمتي مسكينه. اش اخبارك خمسه تحشيف؟ هذه عمتي، راه عندي عمه وحده مسكينه، الله يحفظها، الله يعطيها الخير وييسر امورها، راه تحشم بزاف. امين. هادي راه عندي عمي، شحال عندي عمامي؟ شحال؟ 8. واو، دابا تسوي كانت هي وحده وسط تاع الدراري. باقي الله يطول في عمرهم، الله يطول في عمرها يا ربي، ويعطيها صحيحتها وييسر امورها. امين. والوالده ديالي جيت عندها. غزالات كديرين، لاباس عليكم؟ اش تعاودوا؟ اش اخباركم؟ هانيين صحيح كحين، كديرين مع دبريده شميشه؟ اموركم مزيان؟ صحيحتكم مزيان؟ كلشي مزيان. ربع عواشركم؟ راه قلت لكم غنبقى نقول لكم العواشر 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 العواشر. اهلا فيني، هانيين صحيح كحين، والله ييسر ليكم. امين. الله يفرحكم، الله يعطيكم مناوين بهاد العواشر وبلا عواشر، يعطيكم الصحه والتيسير والعوين والقبول، باش ما حطيتوا ايديكم تربحوا. يا ربي امين. ان شاء الله اليوم البنات راه امين، اليوم البنات راه جاي الصالون. ايوا اختي، اجي اختي. هذه اختي راه طفلتي، عمت الهام، خد الزوج ديالي، راه كاينه غير وحيده. قلتها اليوم وحيده، حق الله. الله يحفظها. امين. يا ربي امين. يا امين 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 اخي، امين. حنا راه عامرين بالدعاوي اختي، كاملين اختي في الجماعات وفي القاعات وكنعاود واش تعيد عيد عيدك، كتسخري لوالديك وقول لك سير الله يرضي عليك ويعطيك، سخري لشي حد كبير في العائله، سير الله يحفظكم، سير الله يعطيك ويعطيك، ولفنا حنا ذوك الدعاوي. والله يحفظكم لينا. امين. الله ييسر اموركم. احنا ان شاء الله خارجين، كانت عندنا عمتي باتت مع الوالده ديال البارح وغادي معاها، الناس بغات تاخذ شي حاجه ان شاء الله، بغات نمشي الى بان ليا شي ديكور ناخذ للصالون، راه اليوم غيجي وان شاء الله الله ييسر الامور يا ربي. امين. والله الله يرزقكم والله ييسر اموركم. راه زوجي داو وي دابا راه فراس سقيتو وصافي، وعمتي تقدا شي حاجه ان شاء الله ومع بغات تمشي مع هي ما ساكناش هنايا، ما ساكناش في خريبكه، يلا تمشي. هي ساكنه في البادية الدراري، في الاراضيه، في الكفاف. اي والله عاد تمشي ان شاء الله، الله ييسر ليها يا رب ووصلها على خير. ايوا انتم خليكم مع تتمه الفيديو. علاش انت قلبوا الصابوات؟ الصابوات ديال الميكا تعجبوها؟ الهماره ديال الجريجري وييه عادي مزيانين. اه تينفع كثر هي مع الماء وهادي هذاك مزيانه خديجه، ما عجبكش؟ عندك خويا في اللوينات؟ مالي طابيسيها ما وصلوا ان شاء الله، الله يوصلهم على خير. هما جابوه خويا توفيق، صافي غير غنفكوا عليهم الباب باش يبداو باش يطلعوا ان شاء الله. البنات واخيرا صالون وجد وهوجه، الى دابا راهم تحت الباب تيطلعوا فيه ان شاء الله. خويا توفيق والناس اللي معايا طلعوا عليا، وديك الساعه ما صورناش لكم كلشي. يا ربي تسهل امركم، يا ربي ترزقكم، يا ربي والله يرحمكم من غير يدير. ان شاء الله غادي نطلعوا ونوريكم، نوريكم كلشي ان شاء الله. شو مشكل؟ شو مشكل؟ لا لا شو مشكل؟ طبعا انتما راه ما بقى لهم والو، ولكن راه تمحنوا مع الطروازيام ايطاج شويه، كاين العلو هكا راه تيدخلوا شويه بشويه، دابا دخلوا المخاد هذا، باقي غير شي يمكن العود يمكن هو اللي باقي، وساجه راه تتسلت ليا عجبني.
بنات تبارك الله الامبالاج راه غير الامبالاج عرفتي كيفاش مامبالي باش لا بغى يوصلكم ما غتخافوش عليه تيوصل صحة سلام الله يعطيك الصحة خويا توفيق انا باش الامبالاج تيحمق وحق الله تبارك الله شوفوا شو الامبالاج باش مامبالي يعني راه تبارك الله واخا يمشي لكم حتى لبرا ما عرفتش فين كنتو يوصلكم كما هو الله يعطيك الصحة خويا توفيق ورا شي حاجة الخدمة متقونة يعني من الاولى حتى لاخرها ديك الفرماجه انا اللي عبرتها وبقى معايا وشد معايا تيقول لي يا إلهي كيفاش تعبري وقال لي كيفاش ديري وعرفتي وقال لي درتها في يد الله شو الحمد لله ربي ما حشمناش وقال لي كيفاش إلهي متشدي وهادي وعرفتي انا وماما عرفتي واش وقع علينا شد مننا ودير ليس دير ستيلو باش يلا شدينا داك العبار ولك الحمد لله هو شرح لي مزيان يعني البنات اللي ما تعرفش تشد العبار ولا ما كاين حتى حاجه اللي غيشد معاها راه خويا توفيق تيشرح لكم اصلا تيدي بلاصه تيدي بلاصه يعني شي واحد كاين هو برا ها هذه مزيانه هاد القالي درتي معايا مزيانه ابل فيديو تيعطيك العبار وكلشي وصافي باش تجيب العبار هو هذاك غنوريكم واحد النقطه شوفوا التغلاف ديالو شوفوا كيفاش واعر خطير بالجهد بحال الكتات البيضين عرفتي شو هذا هذا راه بونج يعني تيتغلف بالبونج ماشي منو العود شوف بالسمطه شوف تبارك الله هادشي انا هاد الحوايج بغيت نديطايهم ليكم باش تشوفوهم الخدمه من الاول حتى الاخر يعني كيفاش مغلف وكيفاش داير وخويا العود توفيق العود باش مخدوم بالنسبه للعود الداخل تكون عود بوارج هذه الصوت هذا راه نوايي بلاطر سمعوا نوايي بلاطر تبارك الله ما شاء الله بالنسبه للطابيسيه البنات راه دار لي حتى سميتها خويا لاميش بالنوايي يعني من اجود العود اللي كاين دابا اللي تيتخدم به تبارك الله شوف تبارك الله هذه راه تجي تسيباري بين الطابيسي تدار بين سداري وسداري بين تدير في الكوان تتحطو فوقها تقدر كاين اللي تيحطها تكون محلوله بغيتي تخزنوا فيها شي حاجه واش كاين محلول بنات كيفاش كتشوفوا هنا بالرجيلات بالرجيلات خصنا محلول هكا هنا راه فينيش شتي داير شويه كاين هاد لاحظ كنسدد دابا شكون اللي بغيتي احسن اللي فهمت باش يجي هو صاف محلول باش يجي فيه شي ديكور باش يعطي واحد داك تا مسدود تيعطي ديكور دور نشوف اخويا باش ياخذوا الفكره خليها دابا صافي خليها مسدوده يلا صافي صافي اخويا اخويا توفيق اشترى لي الصالون عرفتي تبارك الله اخويا توفيق غيدوي شوف اخويا توفيق راه غني عن التعريف تبارك الله ما شاء الله والله كنت ندخل الفيديوهات ديالو القناه ديالك ديال الخدمه عندو الانستغرام والتيك توك وداك اليوتيوب حتى في اليوتيوب وكنت نبقى نتفرج نقول والله حتى هو الامنيتي يخدم ليا والله يعطيك الصحه وها تبارك الله بالنسبه للصالون شكل الان كما كتشوفوا معايا هنا درنا الموديل هنا كي هذا الشكل كامل والتيك وهنا درنا سيبار بالنسبه للناس اللي كتعرف على الصالون بالبوكليت لا طوندونس دابا حاليا حاجه جديده راه بوكليت هاي كما كتشوف معايا هذا البوكليت هو بحال المحبب بحال المحبب ولكن شوف راه الكاليتي هذا بروميير شو كاليتي كما كتشوف معايا ما فيه خيوطه ما فيه والو راه لا فينيسيون كما كتشوف معايا الخدمه بالنسبه انا مينوتي هنا راه فيكس ماطله مع الفاس راه هنا راه فيكس درنا هاد لي بون دكا لا سوكل هاد لا سوكل هذا راه نوي نوي العود يعني لتحت هذا ناخذو بالسنطه القصه ديالو بالسنطه بونج اش ار اش ار هذيك لابيس حاجه وبالنسبه للشكل الثاني كما درت كتشوف معايا دابا هو واحد دار هذاك سميتو خويا داك المشرط هذا مينوتي مينوتي ودار هنايا هنا يعني سام سام سيباري مطلب وحده وافاس بوحده تبارك الله كيعطي منظر زوين هنا درنا هاد لاميش هنايا بنوايد درنا جوجات ها هي وحده هنا وحده هنا هنا وحده في القن بالنسبه للديكوراسيون هذا 19 ها هي نوريكم شوف لا فينيسيون ديال هذا لا تبارك الله الله يعطيك الصحه
بالنسبه لاكولو هذا لاكولو باش دخلناه مع هاد الغوج بريك ما جا بحال اوغونج غوج بريك واحد الميلون زوين خرجنا من هاد بهذا الموتي الله يعطيك الصحه خويا لا تبارك الله ما شاء الله عرفتوا دابا البنات راه شي تصوير واخا كون ما تيعطيش الحق ولكن عرفتي كون شفتو مباشره راه تبارك الله ما شاء الله البيت عرفتي كي جا الله يعطيك الصحه خويا صبدات بدات ها انتما الدريات شاهدة شو خويا توفيق الله يعطيك الصحة يعني الله يعطيك الصحة يعني شي حاجة في المستوى شي حاجة راقية شي حاجة غزالة الله يعطيك الصحة خويا شوف كبرتي بيا الله يكبر بك وحق الله شرف ليا تخدم ليا الصالون وهذا والله خويا الله يكبر بيك والله لا فرحتي ما تصورش راه ما عارفين لي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله ييسر اخويا تبارك الله متقونه وغزاله كما كتشوفوا الله يعطيك الصحه هذا النتيجه ديال الصالون صاله طابيسي الشكل الجديد هذا راه كرسي جديد 2024 بالنوايب توب بوكليت توب اونتيطاج لا لا زوينه انا واش درت صرا باقي كاع باش نقول سبعه زوينه الله يعطيك الصحه لا لا يعطيك الصحه جازون تبارك الله والصحة والراحة بالنسبة للشكل هنا كما قلتلكم هذا هنا ميروتي منو بروك ناصير طاري بهادو هاد لاصوك الحوايج بالنسبة كنتكلفو بالصالونات كاملين بالديان والروميين واش يدير صالون تقليدي صالون عصري راه اللي احتاجيتوها راه بيوت النعاس ديكوراسيون أي حاجة تكلفو بها ريدوات أي حاجة و تيكون فين العنوان بالنسبة للموقع حنا كاين في كازا في 4 مارس 11 أنا غوست حساب نمر مديونة بالنسبه للناس اللي في الموضوع هنا في المغرب قرابين لنا كنطي بلاصه عندهم اي مدينه اي مدينه اي مدينه كناخذ العبار بوحدنا وداك الشيء فهمتي شوف البنات الخدمه ما ماشي حق تعاملت مع والله الخدمه راه غتشكر لكم راسك يعني راه ماشي الخدمه راه شاطره تبارك الله الفينيسيون هكا زوينه الخدمه وريتكم كيفاش يعني حتى من الداخل كيفاش مأومبالي وكيفاش زوين الله يعطيه الصحة بالنسبة للبونج هنايا راه اش اير اش اير اشوف انا باقي كاع باش نوصل انا غنشوفو معاك بزاف زوينة ما تخافش زوينة تبارك الله لا لا يعطيك الصحة بالنسبة للشكل شكل عصري جديد هنايا لا لا جا زوين جا مازال غندير ليه يعطيك الصحة خويا والله يكثر خيرك وشكرا بزاف والله شرف ليا انك تخدموا ليا خويا والله لا شرف ليا منين ولا تنقول نتعامل مع خويا توفيق وربي جات تيسير يا ربي يلا لي حاشمنا خويا خليك الرقم ديالي يبقى عند الاخت الهام 06 24 74 19 14 عنده الانستغرام وعنده تيك توك وعنده اليوتيوب عنده تبارك الله تيحط فيها خدمته تيحط فيها كل شيء يعني دخلوا ديك الساعه شوفوا الخدمه وشوف خويا توفيق راه الصح والعمل البنات الصح والعمل والفينيسيو ها راه الفينيسيو هي كل شيء انا بعد حمقني الصالون شوف واعر انا عارفه غيعجبهم البنات واخيرا الصالون سالا الحمد لله البنات راه كنت غنحط لكم من نهار السبت ولكن ملي جا خويا توفيق لقى ان الزربيه ما عنديش ومسكين قال لي شوفي غنصيفطها لك عاد حطي الفيديو شو مسكين الله يجازيه بخير والله يكثر خيره
والله يجعلوا لي في ميزان حسنات وحق الله وحد داك الانسان الله يعمر ليه الدار كما فرحني الله يفرحه والله الله يعطيه الرزق والله يعطيه التيسير يا ربي. شوفوا البنات الخدمه ديال الصالون راه داوي على راسها، شوفوا تبارك الله كيفاش جا المارياج ديال الالوان الخدمه الفينيسو شوف الخدمه ديالو تبارك الله عليها متقونه، راه اي حاجه عطيتوها لي البنات عرفوها راه غتكون غزاله وزوينه. شوف البنات ماشي غنقول لكم راه حقاش خدم ليا علاش غنشكرو، خدم ليا زعما الصالون هكا علاش غنشكرو، لا ولكن حقاش شي سير والله تنقول هو الواحد الرقم واحد في المغرب حقاش بصح حقاش انا شفت الخدمه كيفاش دايره. شوفوا تبارك الله غزاله زوينه تعطيك الخاطر تيشد بقعك الخاطر تعطيك الالوان تحطهم لك في بلاصتهم كل حاجه في بلاصتها الله يعمر ليه الدار داك السيد معلم تبارك الله. شوفوا البنات اي حاجه خاصاتكم لا في الصالونات البلديه لا في الصالون هكا عصري، شوفوا البنات على ضمانتي خويا توفيق الى عطيتو الصالون عرفوا غيحط لكم شي حاجه اللي زوينه بزاف، وانا فرحانه اختي والله الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا والله يعطيكم مناوين في خاطركم والله يرزقكم من حيث لا تحتسبوا يا ربي. الحمد لله والشكر لله وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، راه شي حوايج انا دوزتهم حق الله ولكن الحمد لله كما ربي تيقول ان الله مع الصابرين وربي راه ما تيخيبش العباد ديالو، خاصة الانسان يصبر ويتوكل على الله وربي راه يجيب لي غير الخير وحق الله. شوف هادشي كامل الحمد لله بالفضل الله والبعد توما والله الله يجازيكم بخير والله يعطيكم مناوين في خاطركم ويعطيكم التيسير ويعطيكم اي حاجه يا ربي يا ربي داكشي اللي حطيتو في ايديكم تربحوا. شوف اختي شوف الصالون اختي راني فرحانه، شوف اختي غندوركم غندوركم ما تديوش عليا راني بحال الدريه الصغيره. الحمد لله والشكر لله شوف شي حوايج راه تديريهم وما تكونيش ضانه ولكن الحمد لله والشكر لله الله يكثر خيركم الله يحفظكم ليا وتقولوا لي كيفاش جاكم البنات وتهلاو لي فراسكم وبزوات كبيره ليكم الله يحفظكم الله يكبر بيكم البنات الخير الله يحفظكم. شوفوا البنات الله يحفظكم سلامه باي باي تهلاو لي فراسكم.